موضوع سرطان الثدي هو موضوع دخل حياتي وحياة عائلتي فجأة، لأن أمي أصيبت بهذا المرض في سن 40، وللأسف كان السرطان في مرحلة متقدمة جدا، ولم يكن الأطباء حل آخر إلا استئصال الثدي. السلام عليكم أعزائي الفلو المشاهدي بودكاست عربية، أنا ليديا من الجزائر. قبل كل شيء أود أن أشكر بودكاست عربية لهذه المبادرة، وأنا سوف أحدثكم اليوم عن موضوع هو الكشف المبكر وأهميته. لازم نعمل زيارة طبية وبفحص بسيط نعرف ما فيه. موضوع سرطان الثدي هو موضوع دخل حياتي وحياة عائلتي فجأة، لأن أمي أصيبت بهذا المرض في سن 40، وللأسف كان السرطان في مرحلة متقدمة جدا، ولم يكن الأطباء حل آخر إلا استئصال الثدي. بعد تلك العملية خضعت أمي لعلاج كيميائي والمعالجة بالإشعاع، فقد رأيت أمي بدون أي قوة، تعبت كثيرا جسديا ونفسيا، وبدأ شعرها يتساقط حتى أن ينعدم كليا، وكل هذا لتجاهلها معنى الكشف المبكر وأهميته. الفحص المبكر أهمية، شحال من روح ينقذ في الدنيا. لذا أرجوك الفحص الذاتي ابتداء من السن 20 والماموغراف للأكبر من 40. إذا لاحظت أي شيء غير عادي عليك رؤية طبيبة نسائية والفحص، وكما يقال الوقاية خير من العلاج. مهما حكمت الأقدار نشافي الأضرار، السرور والفرحة تعود. بعض الأحيان يكون سرطان الثدي وراثي، فأنا أيضا من المحتمل أن أصاب بهذا المرض. وإذا أنت أيضا في عائلتك حالة لإصابة بالسرطان الثدي، عليك الحرص أكثر، لأنه هناك خطر متزايد للإصابة. وإذا أنت مصابة بسرطان الثدي لا تفقدي الأمل. أحيانا لذكرى كل امرأة توفيت بسبب سرطان الثدي يرحمهن الله. إلى اللقاء.